اسمي شاري سعد الهجلة من المملكة العربية السعودية، أدرس في كلية لانجبورد منذ 10 أشهر ولا زلت أدرس كورس جنرال إنجليش ليفل 5. سبب مجيئي لدولة أستراليا كونها تتكلم اللغة الإنجليزية كلغة أم. أما بالنسبة لكلية لانجبورد لما تحظي من سمعة عالية وكمان نصحت بها من قبل جامعتي جامعة جنوب كوينزلاند. تتميز هذه الكلية من عدة جوانب، ومن أهمها جودة التعليم كما هو ملاحظ في كورس جنرال انجلش، حيث يتم التركيز والتطوير على مهارات اللغة الأساسية كمهارة اللغة وكمهارة السماع ومهارة التحدث، كما يوجد فصل خاص لكل مهارة. وجود كادر علمي متميز على مهارة عالية وخبرة كافية للتعامل مع الطلاب الدوليين، لا سيما الطلاب الغير الناطقين باللغة الإنجليزية. وأيضا لا أنسى منسوبي هذه الكلية، حيث يتميزون بالأريحية التامة ورحابة الصدر مما يساعد الطلاب على التعلم. أيضا كما لموقع لانجبورد موقع استراتيجي في بريسبن، يقع في قلب بريسبن النابض بجانب محطة القطار السنترال ستيشن. كما توفر هذه الكلية نظام الهومستي وهو الإقامة مع العوائل الأستراليين، مما يتيح للطالب الإقامة مع العوائل الأسترالية وممارسة لغة طوال يومه. أما بالنسبة للأكتيفيتي والنشاطات، فلن يجد الطالب في لانجبورد صعوبة في اختيار نشاطه المناسب لوفرة هذه النشاطات، مما يجعل الطالب في جو مناسب بعيدا عن جو الدراسة. وأنصح جميع من تتاح له الفرصة بالدراسة في أستراليا اختيار هذه الكلية لجميع المميزات التي ذكرتها. وميزة وجدتها في لانجبورت وهو عيش هذه معيشة هذه الكلية كأسرة واحدة، سواء الطلاب أو غيرهم. هذه من وأنا أنصح جميع الطلاب السعوديين والعرب خصوصا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. Thank you.